النائب البحثاني يصل عدن ويؤكد عدن بحاجة لرعاية خاصة. رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ عدد من المعالجات والمشاريع الطارئة لتحسين أداء هيئة مستشفى الجمهورية، ويشدد على ضرورة تنفيذ خطط إعادة تأهيل وتطوير المؤسسات النفطية والتعدينية. محافظ حضرموت يثمن جهود تعزيز الارتباط الفني بين حضرموت والكويت ويدعو بالشفاء للفنان الكبير عبد الله رويشد. ومدير أمن الشحر يلتقي قائد لواء الضبة لمناقشة الأوضاع الأمنية في المديرية. ومحافظ شبوة يشيد بتواصل جهود تطوير وتحديث خدمات هيئة مستشفى شبوة ويدعو إلى ضرورة تخفيض أسعار النفط وتوحيدها.